صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح الورد والياسمين على احلى خط متابعين في الدنيا. صباحكم مليان بالطاقه الايجابيه، صباحكم صافي زي قلوبكم. ربي صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. النهارده يوم جديد وروتين جديد. النهارده بقى احنا رايحين السوق نشوف الدنيا فيها ايه والاسعار ايه عامله ايه. قلت بقى نصبح عليكم قبل ما نطلع. صباحكم زي العسل، صباحكم سكر. يلا بقى بينا نشوف الدنيا فيها ايه. نازلين بقى السوق اهو بقى نشوف الاسعار ونشوف الدنيا فيها ايه. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح الخير عليكم. يلا بقى نشوف الدنيا. بعدين بكمان ايه؟ كم الجاز؟ 190 يا اخوي. كم الجاز؟ كانوا نص بعشرة. ودقيقة قبل ما تعبي. الشرط الوحيد دقيقة قبل ما تعبي. هيعبي ده ايه ده؟ كم الجاز؟ حط كيس كبير يا حاج، كيس كبير، كيس كبير. كانوا نص بعشرة. ودقيقة قبل ما تعبي الأول. يا بسارة يا بسارة فضلية يا بسارة صور انا امبارح معاك ما تسيبوش صور مين يا بنت
سفندي 2 ب5 سفندي 2 ب5 4 ب10 سفندي 2 ب5 يوسف 4 ب10 4 ب10 سفندي 2 ب5 2 ب5 4 ب10 سفندي 2 ب5 4 ب10 صوره دي ايوه 2 ب15 عامل لك كيلو ونص ب10 يلا سفندي 2 ب5 سفندي 2 ب5 4 ب10 سفندي 2 ب5 سفندي 2 ب5 سفندي 2 ب5 4 كيلو سفندي ب10 4 كيلو سفندي ب10 2 ب5 يوسف 2 ب5 2 ب5 2 ب5 سفندي يا ولاد 4 ب10 4 ب10 الو الو والله بيحبك من الباب هذا صاحبتي الو الو يا عم جميل ما تفضل مش عارفين انا مش هرد انا ما يا عم جميل قد ايه يا باشا ثلاثين بتعمل ايه يا حسن؟ وضعك يا غسلة ماشي حسن قول له حلويات اهو عايزه نص
بتاعتي. بعد كده استنى كده انت مسويين دي بس انا بس فاضي سيدي هو غنوه الناس كده الشنطه يا ابني عشان الناس قول يا فايز هات لي الشنطه دي خلي ده في الوقت واحد دقيقه عايزين تحب نروح ده قول يا قلبي وزن كيلو وزن كيلو وزن كيلو يا وزن كيلو كيسي انت بقى كيسي في البداية دي يا بس صفر الميزان بس عشان الميزان مظلومش حد يا ابن اللعيبين حطيها صاحبي عايز انت يا ابن ماشي كم بقى حجي بستة بخمستاشر ماشي قولي ماشي عايز 2 كيلو اللي همين الفضية يا حجي ايه يما كم يا مدير؟ مين وزن هو؟ كم يا مدير؟ 15؟ هات يا حاج يلا والنبي يا وادي عسل بس حل كاس كنت ابقى كاس لحظة انت ماشي يا محمد لا انا عايز اضرب فيك خدت واحد على خصمالك على خصمالك يا مسهل والله خدت معايا كزبره برضه اهو خد 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 يا جابر ايوه يا عز دي بدوشه ما تخيبش يا بدوشه هي الركب كام؟ خد يا شايل فين الجحا؟ عليه ميه من اللي بتاكل السيراميك يا عزة بتطلع بيه وصورتك كيلو هرب ب10 55 وده بكام ده 57 58 والغراميل 35 و25 تعالى كده مصطفى انا كده بقى روحت جبت السلك ده ب5 جنيه وجبت الطماطم دي 2 كيلو ب15 والبرتقال ده 1.5 كيلو ب10 جبت السفند الكيلو ونص ب5 جبت هنا صابون من السوق كده للتشطيف يعني سفانة ده ب10 جنيه جبت الكوسة دي ب5 جنيه جبت كيلو واحد بطاطس جبت هنا البرتقال اهو بص يا جماعة يعني على قد ما تقدري مشي على قدك يعني هنا بقى جبت نص كيلو سمنة ب68 جنيه الكيلو جبت هنا خيار 1.5 كيلو ب10 بص يا جماعة هاتوا على قدكم بس يعني احنا في الزمن ده جيبوا على قدكم يعني والفول كان الكيلو ب20 دلوقتي الكيلو ب35 جنيه جبت نص كيلو وجبت ربع كيلو عدس
بصوا يا جماعة على قد احتياجاتكم يعني والله. وهنا بقى التفاح، كان اياد نفسي ياكل تفاح، جبت له نص كيلو، جبت الخضرة ديت، جبت ليمون، الليمون ده الربع كيلو باتنين جنيه، وحلوة الموسم بقى. وده الفيديو، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.